هنبدأ إن شاء الله، ده امتحان اكزام نمبر 15 المعاصر بريب 1. طيب بيقول لي أول واحدة، بيقول لي نمبر 1 the expression 3x power 2y minus 6x its degree is، عرفتيها دي؟ أنا عايزك تجهزي الامتحان قبل الحصة يا بسملة، تحاولي تحليه بحيث أما أجي أنا أحله هنا تبقى أنت إيه، تأكدي معلوماتك واللي واقف معاكي يقول، يعني تحاولي تجهزيه قبل الحصة تبقى حلاه، حتى لو ما عرفتيش فيه حاجة مش مشكلة، أنا كده كده هحله تاني. فاللي أنت مش عارفاه تعرفيه، واللي أنت عارفاه خلاص عدي. ماشي؟ طيب. هو بيقول لي دي ماشي كده 3 اكس بار 2 واي ماينس 6 اكس، بيقول لي ايز اوف ديجري، احنا اتفقنا بجيب الديجري بتاع ده. طب مش ده باور 2 والواي دي باور 1، يبقى 2 بلس 1 بنعمله بلس يبقى 3، يبقى ده الديجري بتاعته 3. طيب ده اكس باور 1 يبقى ده ديجري 1، بناخد الديجري الاعلى، الديجري الاعلى ده 3 وده 1، يعني الترم ده ديجري 3 والترم ده ديجري 1، ناخد الاعلى يبقى الاجابه هيبقى ديجري 3 او ثيرد ديجري. هو جايب لي في الاختيارات ثيرد، جايب لي اوبشن سي، يبقى انا اقول له الاجابه سي اللي هي ثيرد. مفهومه ولا صعبه؟ يا طيب طيب نشوف اللي بعدها. The arithmetic mean of the numbers، مديني نمبرز كده اهو، انا برضه في الامتحان دي طريقتي في الاجابه اهو، بسيب مكان فاضي للاجابه في الامتحان، تجاوبي كده برضه وتحلي تحتيها بالستبس، يعني ما تعمليش الستبس على جنب هنا تحت المساله، بعد ما تطلعي الاجابه حطها فوق اهو. نمبر 2 جايب لي هو 7 13 5 15، وبيقول لي هات لي الايه؟ هات لي الارثماتيك مين بتاعهم. طب ما الارثماتيك مين بنعملهم كلهم بلس بعض اوفر عددهم، هم كام واحد؟ 1 2 3 4 اوفر 4. احسب كل دي على الكالكوليتر، احسبيها كده شوفها هتطلع كام. حاضر. طلعت 10 صح؟ انت هتفتحي طبعا زرار الاوفر ده وتكتبي الكلام ده فوق والكلام ده تحت، خلاص طلعت الاجابه 10، يبقى ده ايه؟ يبقى انا الاجابه عندي نمبر بي 10. طيب نشوف اللي بعدها، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا ميديان، ذا ميديان اوف، مديني شويه ارقام اهو نمبر 3، مديني شويه ارقام كده وبيقول لي الميديان بتاع دول، بيديني 4 و7 وايه و8 6 و 5 و6 و5، بيقول لي الميديان، الميديان يبقى انا لازم ارتبهم الاول، ارتبهم واخد اللي في النص. طب انا لو رتبتهم يبقى ال4 الاول، بعدين ال5، بعدين ال6، بعدين ال7، بعدين ال8. طب الميديان بشطب باخد اللي في النص اهو، كده 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 كده، مين اللي اتبقى في النص؟ ال6، يبقى الاجابه بتاعتي 6 اللي هي اوبشن نمبر كام؟ اللي هي هتبقى نمبر دي اللي هي 6. دي سهله بتاع الميديان دي صح ولا لا؟ برتبه واخد اللي في النص معايا بسمله؟ تمام. طيب اللي واقف معاك يا بسمله ما تتكسفيش، انا بابا يعني قبل ما اكون المستر بتاعك انا بابا. اللي واقف معاكي قولي لي على طول ما تتكسفيش، وما تقوليش المستر عادها لي تاني، انا هستعدد عادها مليون مره ما تقلقيش، يعني قولي لي عادي ونادي مفيش مشكلة ما تكسفيش يعني. طيب تعال نشوف اللي بعدها، بيقول لي the multiplicative inverse of 2 power 0. طب ما 2 power 0 دي انا لو حسبتها على الكالكوليتور اي حاجة في الدنيا power 0 equal 1 اصلا، يعني انا لو قلت لك b power 0 equal 1 مليون، تخيلي مليون power 0 equal 1، اي حاجة في الدنيا power 0 equal 1 تمام. طيب فانت دلوقتي بتقول لي the multiplicative inverse of 2 power 0، طب ما 2 باور 0 دي يعني 1، يعني كانك بتقول لي المالتيبليكيتيف انفرس بتاع ال 1، طب ما المالتيبليكيتيف انفرس يعني تشقلبه، ال 1 ده اصلا كان 1 اوفر 1، طب ما انا لو شقلبته هيبقى برضه 1 اوفر 1، لو شقلبته يعني خليت ده فوق وده تحت هيبقى برضه اوفر 1، هيبقى 1 اوفر 1 برضه، لو اتشقلب برضه هيبقى 1 اوفر 1 اللي هي 1 برضه، يبقى انا المالتيبليكيتيف انفرس بتاعي هيبقى 1، يبقى الاجابه نمبر كام؟ نمبر دي، يبقى دي 1. طيب نشوف نمبر 5. نمبر 5 بيقول لي ايه؟ بيقول لي x بار 2 بلس x ديفايدد x. طيب ما انا لو عملتها سهله برضو اه، دي هعمل ال x بار 2 ديفايد x الاول، يعني هعملها على حتتين، دي كانت ممكن تتكتب كده، كانت ممكن تتكتب كده x بار 2 بلس x اوفر x، كان ممكن يكتبها لي كده. طيب وده معناه ايه؟ معناه ان مره اخد ال x بار 2 ديفايدد x اهو،
ومره هاخد الاكس اوفر اكس تاني. يعني مره هاخد الاكس باور 2 ديفايدد اكس، ومره هاخد الاكس اوفر اكس. طب اكس باور 2 ديفايد اكس انا بعمل ماينس الباورز، يبقى انا اعمل ايه؟ اكس باور 2 ديفايد اكس، بكتب اكس واحده واعمل ماينس 2 ماينس 1 1 وال 1 ما بيتكتبش. طب اكس ديفايد اكس هتديني 1، ليه؟ لان الاكس هتتكنسل مع الاكس تفضل ايه؟ 1. يبقى طلعت في الاخر الاجابه ايه؟ اكس بلس 1. اكس بلس 1 اللي هي اوبشن نمبر كام؟ نمبر دي. دي. يبقى طلعت الاجابه نمبر دي. فهمنا موضوع الديفايد ده يا بسمله ولا صعب؟ فهمت. طيب تاني، ما انا خدت الاكس بار 2 مره ديفايد اكس والاكس مره ديفايد اكس. اكس بار 2 ديفايد اكس بعمل ماينس الباورز، ادتني اكس بار 1 والبار 1 ما بتكتبش، اكس ديفايد اكس هتديني 1، وخلصت على كده المساله. طيب نشوف اللي بعديها، هو كويشن نمبر 2. انا حتى في الامتحان اكتب اجابه السؤال الثاني كده اهو، اكتب كويشن نمبر 2 في وسط السطر كده في الامتحان، حتى اكتب نمبر 2 في وسط السطر كده اهو، ماشي؟ طيب وبعدين ابتدي اقوم عامل ايه بقى؟ نشوف بيقول ايه السؤال. بيقول لي the additive identity element is، ال additive identity element خدي بالك انا هيبقى الاجابه ايه؟ identity، يبقى ال additive identity اللي هو زيرو. ليه سموه additive identity؟ لان الزيرو ده تعمليه بلس اي حاجه ما اثرش فيها. يعني الزيرو لو عملتيه بلس 3 يديك 3، عملتيه بلس 5 يديك 5، ما بيأثرش في الرقم اللي داخل عليه، فعشان كده سموه اديتيف ايدنتيتي. لكن لو كان قال لي مالتيبليكيتيف ايدنتيتي كنت اقول له 1. ليه؟ لان ال 1 تعمليه تايمز اي حاجه ما يأثرش. فلو قال لي مالتيبليكيتيف ايدنتيتي كنت اقول له 1. طيب نشوف اللي بعديها. The sum of negative 3x bar 2y plus 4x y bar 2 and جايب لي التو اكسبريشنز دول هكتبهم انا تحت بعض ازاي؟ اه نمبر 2 هو جايب لي ده كده اهو، هكتب ده الاول اهو ماشي. وانا قلت عشان نريح دماغنا، في موضوع البلس والماينس. لو قال لي فايند ذا سم، سواء كتبنا الاولاني هو الاولاني او هو الثاني مش فارقه، لكن في فايند ذا ديفرنس بنبدل، يعني بنكتب اللي بعد اند دون او بعد فروم لما تيجي ماينس، خلينا لما تيجي ماينس. اه ده اول اكسبريشن جاي لي كده ماينس 5، ده الاولاني. طب الثاني هكتبه تحته بس وخلاص، الثاني نيجاتيف 3. اه بس خد بالك بقى، الثاني جاي لي نيجاتيف 3 اكس واي بار 2، ما ينفعش احطه تحت ده. ليه؟ لان هنا البار 2 الاكس على بار 2، هنا الاكس ما علاش بار 2، يبقى ده كان هيتحط تحت ده، يعني ده المفروض احطه تحت ده. ليه بقى؟ عشان يبقى نفس الاكس واي بار 2 واحده. بصي اه دي زي دي، الاكس ما عليهاش باور والواي اللي عليها الباور. طيب بعد كده بيقول لي بلس اكس بار 2 واي، اكس بار 2 واي احطها تحت دي. طب اكس بار 2 واي دي المفروض قبلها 1. طيب في هنا بلس 5، هبتدي بقى اعمل كده نيجاتيف 3 بلس 1 على الكالكوليتر، ما دي كانها بلس 1، نيجاتيف 3 بلس 1 هتديني نيجاتيف 2 تمام. اقوم كاتب اكس بار 2 1 4 بوزيتيف 4 ماينس 3 هيدينا 1، واقوم كاتب اكس واي بار 2 نيجاتيف 5 بلس 5 هتديني 0 ضاعت تمام. طيب يبقى طلعت في الاخر الاجابه نيجاتيف 2 اكس بار 2 واي بلس 1 اكس واي بار 2، ال 1 ما بيتكتبش. طيب انت بعت لي الصوره الثانيه. The coefficient of algebraic term اه الكوفيشنت يعني الرقم اللي قبل الاكسات دي نمبر 3. هو جايب لي الجبريك تيرم اسمه ايه؟ اسمه 4 اكس واي بار 2، وبيقول لي الكوفيشنت، الكوفيشنت اللي هو الرقم ده 4. لكن لو قال لي الديجري، الديجري بنعمل بلس الباورز، دي باور 1 ودي باور 2، يبقى كده باور 3، 1 بلس 2 3، ده لو قال لي الديجري. لكن هو قال لي الكوفيشنت، يبقى الكوفيشنت هو ال 4. ولو كان نيجاتيف 4 على فكره كنا كتبنا نيجاتيف 4، يعني الرقم اللي قبل الليترز دول. معايا يا بسمله؟ معاك يا مستر. ماشي يا حبيبي. طيب نشوف اللي بعديها اللي هي نمبر 4. بيقول لي ذا هايست كومن فاكتور اوف، احنا برضو ما زلنا في كويشن 2 اكزامبل. بيقول لي ذا هايست كومن فاكتور اوف ذا اكسبريشن، ومديني كده دي نمبر كام؟ نمبر
فور مديني بيقول لي ايه؟ بيقول لي 5 واي بار 2 اكس ماينس قصدي بلس 25 اكس واي بار 2. لا 12 معلش 25 واي اكس بار 2. واي اكس بار 2 حلو. طب الهايست كومن فاكتور يعني ايه؟ ببص على الكوفيشنت الاول اللي هو النمبر ده والنمبر ده. ال 25 وال 5 هما الاثنين في تيبل ايه؟ في تيبل 5 يعني هما الاثنين ينفعوا ديفايد 5 او كاتب كده 5. طب اجي على الاكسات او اجي على الوايات الاول، دي واي بار 2 ودي واي بار 1، باخد الصغير يعني اخد واي بار 1 اللي هي بتتكتب واي. طيب اجي على الاكسات دي اكس بار 1 دي اكس بار 2، ناخد الصغير ناخد اكس بار 1 بس. ده بيسموه الاتش سي اف او الهايست كومن فاكتور. يبقى الاجابه هو ده 5 واي اكس. طيب لو كان قال لي فاكتورايز بقى، لو كان قال لي فاكتورايز هو كده قال لي اتش سي اف بس، لو كان قال لي بقى فاكتورايز ده هتيجي في المساله اللي هي اخر واحده، كنت انا اعمل ايه بقى؟ خلي بقى الفاكتورايز لما تيجي في وقتها. طيب نمبر 5، نمبر 5 بيقول لي، بيقول لي اكس بلس 1 اوفر اكس ماينس 5. انا برضو في الامتحان هسيب مكان للاجابه اهو، سي اهو، واحل تحتها. اللي بعدها بيقول لي اكس بلس 1 اوفر اكس. احنا ورانا امتحان بعد اسبوعين، نعم ورانا امتحانات بعد اسبوعين. الامتحانات بعد اسبوعين ان شاء الله. تمام، من اول يوم كام؟ والله ما عارف يا بسمله، هينزلوا الجدول اكيد ان شاء الله. انت ايه؟ طيب انت ذاكري واعملي اللي عليك وتوكلي على الله بقى، والامتحان الوقت ما حددوش. طيب بص يا ستي، احنا زي ما اتفقنا اهو كل حصه بنحل الامتحان كأننا بنراجع المنهج تاني من اوله، من اوله لاخره، كانك بتراجع المنهج مع كل حصه بتراجع المنهج. تمام، يعني في 8 حصص بتراجع المنهج 8 مرات. فاهماني؟ طيب لو جينا بصينا دلوقتي وبقول لي ده بيلونجز تو كيو، كلمه بيلونجز تو كيو دي هي كلمه راشونال نمبر، معناها ايه؟ اخد اللي تحت ده اهو اشوفه هيبقى ايكوال زيرو امتى. اللي تحت دوت هيساوي زيرو امتى؟ لو الاكس دي مكانها ايه؟ لو مكانها 5، لان 5 ماينس 5 هتديني زيرو، فده يبقى امتى بيلونجز تو كيو؟ الاكس دي المفروض بقى ايه؟ بصي المفروض اقول له ايه؟ اقول له اكس doesn't equal 5. doesn't equal 5 يعني الاكس ما ينفعش تساوي 5. ليه؟ لان الاكس لو سوت 5 هيبقى 5 ماينس 5 زيرو، واي حاجه اوفر زيرو undefined او ما تنفعش meaning less. فعشان كده لازم اكتب الاكس doesn't equal، مش اكتب equal يعني علامه equal وتشطب عليها كده، اكس doesn't equal ايه؟ 5. يبقى دي الاجابه اكس doesn't equal 5. طيب هنشوف الكويشن نمبر 3. كويشن نمبر 3 بيقول لي ايه؟ اهو. طيب كويشن نمبر 3 بيقول لي find 3 rational numbers between half and 1 over 3. اول واحد ادي الهاف وادي ال 1 over 3. هو عايز يحط 3 numbers ما بينهم، يعني بصي number وكمان number وكمان number، ثلاث ارقام ما بينهم. طب انا احطهم ازاي؟ اولا ما ينفعش ده يكون هاف وده 1 over 3، لازم نخلي الدينومينيتور تحت زي بعض، ما ينفعش ده يكون ده 2 ده 3. هنعمل حركه سهله جدا، بصي الحركه اللي عاملها دلوقتي، مش ده، مش ده هاف وده 2 اوفر ده 3، نقوم عاملين هنا ايه؟ ده 2 نقوم عاملين تايم 3، وده 3 نقوم عاملين له تايمز 2 العكس. بصي يعني ده نعمله تايم 3 وده نعمله تايمز 2، هيبدلوا مع بعض يعني. طيب بس انا عملت تايم 3 تحت، لازم اعمل تايم 3 فوق. طب وهنا عملت تايمز 2 تحت او عامل تايمز 2 فوق؟ ما اجيش بقى على الكالكليتور اقوم كاتبها كلها، ما اجيش على الكالكليتور اقوم كاتب دي كلها مره واحده. لو كتبتها مره واحده على الكالكليتور هتقول لي تاني، هتطلع لي الاجابه تاني 1 اوفر 2، يبقى انا ما عملتش حاجه. طب امال نعمل ايه؟ نطلع اللي فوق لوحده بالكالكليتور واللي تحت لوحده، او سهله من غير كالكليتور 1 تايم 3 3، 2 تايم 3 6. طب هنا بقى 1 تايمز 2 ب 2، 3 تايمز 2 6، يبقى الرقمين تحولوا بدل ما كان 1 اوفر 2 1 اوفر 3 بقوا 3 اوفر 6 و 2 اوفر 6. طب في مشكله دلوقتي، انا ما عنديش الا 3 و 2، اجيب ارقام ما بينهم ازاي؟ قال لك بسيط، عايز تكبريهم، عايز تكبريهم قوي
ما ال 3 وال 2 مش هتعرفي تجيبي ارقام ما بينهم. انا ممكن اكبرهم جدا، بصي احط هنا زيرو وهنا زيرو كأني عملت تايمز 10 هنا وتايمز 10 هنا، واحط هنا زيرو وهنا زيرو كأني عملت تايمز 10 فوق وتايمز 10 تحت، لان 2 تايمز 10 ب 20 و6 تايمز 10 ب 60. دلوقتي بقى ده 20 وده 30، بقى بينهم 10 ارقام مش 3 ارقام بس زي ما هو عاوز. انا اختار بس 3. طب ابدا من الصغير، مش ده 20 وده 30، ممكن اقول 21 اوفر 60 ادي رقم، ممكن اقول 22 اوفر 60 ادي كمان نمبر، ممكن اقول 23 اوفر 60. يبقى هو بيقول لي فايند 3 نمبرز اجيبتهم لك اهو، ادي 1 2 3، يبقى جبت لك بينهم 3 ارقام اللي هم 23 اوفر 60 و22 اوفر 60 و21 اوفر 60. معايا ولا مش معايا؟ فهمتيها بس مال السؤال ده؟ طيب طيب ده كان نمبر ايه؟ ده كان نمبر ايه مش 1. طيب نمبر بي، يبقى انا الانسر بتاعتي هيبقى 3 نمبرز دول بس. مين هم 3 نمبرز؟ اقول له ده وده وده، بس دي الستبس لازم اعملها. طيب ديفايد، الديفايد بقى جايبه لي على ايه؟ جايبها لي على 2 تيرمز، يعني على اكس ماينس 3. طالما جايبها لي على 2 تيرمز يبقى انا مضطر اعمل كده. انا هسيب طبعا مكان للاجابه اهو، هشتغلها كده ايه؟ لونج ديفيجن، هخليها في صفحه لوحدها دي عشان اللونج ديفيجن بتبقى طويله. اهي. خليها في صفحه لوحدها. كده. اللونج ديفيجن لها نظام بقى زي ما احنا عارفين، هي غتيته شويه بس هنقولها بطريقه سهله ان شاء الله تاني كمراجعه. انا اقوم عامل ايه؟ اسيب مكان كده للانسر بتاعتي، واقوم عامل انا كده اهو. بنحط اول واحد جايبه اللي هو اكس بار 2 ماينس 5 اكس بلس 6 هنا، ونحط تاني واحد جايبه هنا، ونبتدي نعمل ديفايد. نعمل ديفايد ازاي؟ باخد اول واحد ده اهو ديفايدد اول واحد ده، وممكن اعملها على جنب. انا لما اعمل اكس بار 2 ديفايدد اكس مع الاوفر دي يعني ديفايد، ايه اللي هيحصل؟ بنعمل ماينس للباورز، يعني هكتب اكس واحده واعمل 2 ماينس 1 هيديني 1، يعني بقت اكس بار 1. ممكن اكتبها اكس وخلاص احطها فوق هنا، بس خليها باور 1. هقول لك ليه؟ لان هاخد اكس بار 1 دي هعملها تايمز ده وتايمز ده، يعني اكس بار 1 اللي طلعت دي وانا حطيتها فوق هتتعمل مره تايمز اكس ومره تايمز نيجاتيف 3. انا لو عملت اكس باور 1 تايمز اكس ايه اللي هيحصل؟ التايمز بناخد اكس واحده ونعمل بلس 1 بلس 1 2. طب لو عملت اكس 1 اكس باور 1 تايمز نيجاتيف 3، لما بعمل لتر تايمز نمبر بينزلوا جنب بعض، بس النمبر بينزل الاول، يبقى الكو افيشنت يعني كانها نيجاتيف 3 اكس باور 1 اللي هي اكس بقى تعتبر. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي لما عملت اكس تايمز اكس ادتني اكس باور 2 تبقى هنا. طب لما عملت الاكس دي تايمز نيجاتيف 3 ادتني نيجاتيف 3 اكس. الستيب الثالثه ان انا اعمل ايه بقى؟ اقوم عامل مغير الساينز دول. مغيرهم ازاي؟ يعني دي اصلا كانت بوزيتيف اساسا، نقوم غيرهم ازاي؟ هغيرهم لك بلون تاني عشان يبان. نغير دي نخليها نيجاتيف، ونغير دي نخليها بوزيتيف، يبقى الساين دي بقت نيجاتيف والساين دي بقت بوزيتيف. طيب تمام جدا. نبتدي نقوم قايلين ايه بقى؟ ده هيضيع مع ده، وده نيجاتيف 5 بلس 3 اديني نيجاتيف 2، واكتب اكس 1. طيب وال 6 هتنزل بلس 6. ارجع كان المساله من اول وجديد. من اول وجديد يعني ايه؟ هناخد اول واحد ده اللي هو نيجاتيف 2 اكس، نعمله ديفايدد اكس اهو نيجاتيف 2 اكس على جنب كده، اعمله ديفايد اكس سهله، الاكس هتتكنسل مع الاكس، اتفضل نيجاتيف، يبقى الاجابه نيجاتيف 2 حاططها فوق. انا ممكن بقى اشيل ال1 ده بقى كده لا اكس. طيب النيجاتيف 2 اللي طلعت باخدها اعملها مره تايمز ده ومره تايمز ده. طب انا لو خدت نيجاتيف 2 عملتها تايمز اكس اهي، لو خدت نيجاتيف 2 عملتها تايمز الاكس هتديني ايه؟ نمبر بيتعمل في لتر بينزلوا جنب بعض هتديني نيجاتيف 2 اكس. طب خدت النيجاتيف 2 عملتها تايمز اكس ادتني نيجاتيف 2 اكس، هعمل نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 3، دي ممكن اعملها على الكالكوليتر او بدماغي عادي. نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 3 هلاقي الكالكوليتر طلعتها لي 6. خلاص يبقى هكتبها هنا بلس 6، فالكالكوليتر بتقول لي 6 بس انا بكتبها بلس 6. لو جيت غيرت الساينز يعني خليت ده بوزيتيف خليت ده نيجاتيف، ايه اللي هيحصل؟ نيجاتيف 2 اكس بلس 2 اكس ضاعوا، وبص ب 6 ماينس 6 ضاعوا، يبقى 0 0. وبناء عليه كده بقت الانسر مين؟ اكس ماينس 2.
اقوم كاتب له الانسر بتاعتي ايه اللي طلعت فوق ده، ايه هي دي الانسر. سهله ولا صعبه يا بسمله؟ سهل. اه معلش انا عارف اللونج ديفيجن جتيتها شويه، بس احنا يعني بتهيألي الحمد لله فهمناها يعني. طيب انا عايزك بقى وظيفتك في البيت هتحلي لي الامتحان ده تاني، عشان برضو معلش يعني انا مش شايفك، بس انت حلهولي تاني. ليه بقى؟ بحيث لو حاجه واقفه معاكي هتساليني فيها المره الجايه. وتجهزي لي امتحان الجيومتري اللي عليه الدور اللي هو 15، تجهزيه برضو تحليه في البيت، عشان المره الجايه هنحله في الحصه. يبقى امتحان انت بتجهزي الامتحان في البيت، نحله هنا في الحصه، اللي فهمتيه فهمتيه واللي ما فهمتوش خلاص بتفهميه. بس بعد ما نخلص الحصه ان شاء الله شويه هتاكلي هتصلي هتعملي اي حاجه، وبعدين ترجعي تحلي تاني عشان تاكدي المعلومات اللي انت خدتيها. يعني بحيث ان انا ايه الحاجه اللي ما كنتش فاهمها ابتدي افهمها تاني واكد عليها، ثم ما تقفش معايا ان شاء الله في الامتحانات اللي جايه. طيب نيجي نبص على نمبر سي. اه نمبر سي قال لي find the value of 5 over 17 times 8. ده سؤال سهل طبعا. plus 5 over 17 times 10 minus 5 over 17. احنا اتفقنا المسألة دي، هنا بيقول لي 5 over 17 times 8. طب وهنا؟ هنا البلس والبالك والماينس بيفصلوا بين المسائل. البلس والماينس دول بيفصلوا المسائل. اه يعني انت هنا بتقول لي 5 over 17 times 8، هنا 5 over 17 times 10، دي لازم تكون 5 over 17 times حاجه. طب ما اخليها انا تايمز 1 بقى، طالما ملهاش تايمز حاجه نخليها تايمز 1، هو لازم كل واحد فيهم يكون تايمز حاجه. طب انا ملاحظ حاجه، كلمه 5 over 17 بتتكرر، هي وعلامه التايمز، انهم واخدين 5 over 17 كده اهو واخدين علامه التايمز. تمام، ونفتح براكت. المساله دي سهله جدا، نشطب بقى في المساله كلها على ال 5 over 17 والتايمز، 5 over 17 والتايمز، 5 over 17 والتايمز. ايه اللي اتفضل؟ اتفضل هنا 8 وتفضل بلس، اتفضل من دي 10، اتفضل هنا ماينس وتفضل ال 1. ارجع بقى في الستيب اللي جايه ما استعجلش، اكتب 5 over 17 تاني تمام تايمز، واخلص الحته دي كده على الكالكوليتر. انا لو خلاص دي على الكالكوليتر هتلاقي اديتك 17، لما كان سنين ال 17 مع ال 17، او نعملها بقى اخر ستيب دي على الكالكوليتر، اكتب 5 over 17 تايمز 17، وهي سهله، ال 17 هتروح مع ال 17 هتفضل الاجابه ايه؟ 5. سهله ولا صعبه المساله دي؟ اقولها تاني، المسألة دي مهمة جدا في الامتحان يا بسمله، لازم تيجي. أقولها تاني ولا خلاص مفهومة؟ لا لا مفهوم. طيب الحمد لله. طب نشوف اللي بعدها كده اللي هي نمبر دي. نمبر السؤال اللي بعده اللي هو كويشن نمبر 4. كويشن نمبر 4 بيقول لي فيه إيه؟ أه ممكن أكتب اسم السؤال في وسط الصفحة كده. بيقول لي 2x minus y times 2x plus y. ده سؤال سهل جدا وجميل جدا اهو، 2x plus y او 2x minus y times 2x plus y، سهل قوي. انا كل ما عليا بعمل ايه؟ طالما الاقي البراكت ده شكل ده، يعني 2x شكل 2x والy شكل الy، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف، كفايه ان انا اعمل ده تايمز ده واعمل ده تايمز ده وخلاص على كده. الاولاني مع الاولاني والتاني مع التاني. طب 2x times 2x هتديني ايه؟ انا لو عملت 2 times 2 هتديني 4. x times x بنجمع الباورز تبقى x بار، خلصت. طب ارجع اعمل تاني واحد times تاني واحد. طب ما هو نيجاتيف times بوزيتيف بتبقى نيجاتيف، دايما نيجاتيف. و y times y equal ايه؟ برافو، equal y بار. بس وابقى كده خلصت المساله بتاعتي. تمام؟ خلصت على كده. طيب السؤال اللي هو نمبر بي. يقول لي complete اه the mode of the values، مديني شويه values كده 5 و 3 قصدي 5 و 7 معلش و 4 و 5 و 3 و 5. مين اكتر رقم اتكرر؟ ال 5. احنا قلنا المود هو the most common value، اكتر value اتكرر. مين اكتر واحد اتكرر؟ ال 5. يبقى المود 5، يبقى الإجابة بتاعتي تمام؟ طيب
لكن الميديان قلنا بنرتب وناخد اللي في النص. الارثماتيك مين بنعملهم بلس بعض اوفر عددهم. طب نيجي على السؤال نمبر 5. السؤال ده مهم جدا، بيقول لي سبتراكت، سبتراكت مين فروم مين؟ سبتراكت، طالما قال لي سبتراكت انا هضطر اكتبه بس عشان اقول في حاجه مهمه. نيجاتيف 2x فروم 4x، فسبتراكت لازم ابدا بالكلمه اللي بعد فروم لان هو ده الكبير، او كانت 4x الاول في الحل، ونكتب ده تحته اللي قبل فروم ده كتب تحته نيجاتيف 2x، ومش بيكتب تحته بس، ونغير الساين بتاعته، يعني هو جاي نيجاتيف اهو نخليه احنا بوزيتيف، لو هو بوزيتيف نخليه نيجاتيف، طالما قال لي سبتراكت او قال لي وات از انكريز او وات از ديكريز. طيب طب ما كده بقت سهله، 4 بلس 2 6، واحنا في البلس ما بنجمعش الباورز، يعني اكس واكس نكتب اكس واحد، طلعت الاجابه كام؟ 6 اكس. نيجي نبص بعد كده، فاكتورايز ذا فولوينج اللي هو اخر واحده نمبر بي، بيقول لي فاكتورايز ذا فولوينج اكسبريشن باي ايدنتيفاينج اتش سي ال. سهله قوي اهو، انا هاجي دلوقتي، هو امتحان حلو ولذيذ وصغير، يعني حاسس ان هو امتحان سهل كده يعني صراحه، اكزام في ده مفيش فيه اي تركات قوي. ناخد نمبر بي كده، 3 اكس بار 2 بلس 15 اكس 1. طب هو بيقول لي فاكتورايز، فاكتورايز زي ما اتفقنا ان انا هبتدي ابص، ال 3 هي وال 15 ينفعوا ديفايدد مين؟ دايما هتلاقيهم ينفعوا ديفايدد الرقم الصغير اللي فيهم، يعني غالبا يعني، الا بقى لو جاب لك 6 و8 مثلا، 6 و8 دول ينفعوا ديفايدد 2 كده يعني، لكن 3 و15 هما اتنين ينفعوا ديفايدد 3، خلاص هم كاتبين ال 3. طب نيجي على الاكسات، دي اكس بار 2 ودي كانها اكس بار 1، ناخد الصغير ده اكس بار 1. طب نيجي على الوايات، ده ما عندوش واي وده عنده واي، ما ينفعش اخد واي، او فاتح براكت، اللي طلع اللي بره البراكت ده هو كده، هو ده اللي اسمه اتش سي اف، عشان كده بيقول لي باي تيكنج اتش سي اف، ده اسمه اتش سي اف اللي بره البراكت ده. طيب نعمل ايه بقى جوه البراكت؟ جوه البراكت هتمشي مساله ديفايد ازاي؟ كان هاخد الاولاني ده و 3 اكس بار 2 اعمله ديفايدد الايه؟ الاتش سي اف اللي انا طلعته. والتاني ده هو اللي هو 15 اكس واي اعمله ديفايدد 3 اكس برضه. طيب نيجي نبص بقى دلوقتي. دلوقتي 3 اكس زي ما هي. افتح براكت واكمل بقى. ال 3 اكس دي نزلتها تاني زي ما هي. انا لما اجي اعمل ده ديفايد ده ايه اللي هيحصل؟ ال 3 هتتكنسل مع 3. طيب بالنسبه للاكسات دي اكس باور 2 ودي اكس باور 1، نعمل ماينس الباور باكس باور 2 ماينس 1 هتديني 1 اللي انا ما بكتبش. طب خلصنا من دي، خش على دي، 15 ديفايد 3 هتديني 5. معايا بسمله ولا مش معايا؟ الو معاك يا مستر. طيب معاك معاك، دي سهله اهي، سهله. يبقى انا مش عرفت انا جبت الاتش سي اف ازاي؟ جبته بره وبعد خدت ده عملته ديفايد عليه جوه البراكت، خدت ده عملته ديفايد عليه جوه البراكت برضه. طب 15 ديفايد 3 5، نيجي بقى الاكس هتتكنسل مع الاكس لانها شكلها بالظبط في الباورز وفي كل حاجه، يتفضل الواي بس. يبقى انا كده عملت عمليه الفاكتورايز، يبقى المساله دي حلها امتى؟ لما يقول لي فاكتورايز بس، يبقى هي دي الفاينل انسر كده. بالتالي مفيش اسئله ثانيه في الامتحان صح؟ خلاص كده. بص بقى، انت وظيفتك في البيت زي ما قلت لك، بس انا مش شايفك يا بسمله بقى، ربنا اللي شايفك. انت حاولي تحلي الامتحان ده تاني، معاكي الاجابات بتاعته اهو، حاولي تحليه تاني من اول وجديد، وتقارني اجاباتك باجاباتي، اللي مش فاهماها قولي لي اشرحها لك تاني المره الجايه. معايا؟ هي دي طريقه مذاكره الماث. وتقومي مجهزه امتحان 15 في الجيومتري، تحاولي تحليه. تمام؟ هتحلي في البيت. هنيجي هنا انا برضو المره الجايه باذن الله اليوم السبت، احل انا امتحان 15 في الجيومتري. خلاص؟ هحل امتحان 15 اللي هو الجيومتري بقى. انت هتعرفي ايه اللي كنت عارفاه وايه اللي مش عارفاه وايه اللي كنت فاهماه وايه اللي مش فاهماه. ترجعي انت بعد ما برضه تخلص الحصه، عايزه تريحي شويه زي ما قلت لك، تاكلي تصلي تعملي حاجه، وبعد كده ايه؟ حاولي تحليه تاني. اللي وقف معاكي نقوله الحصه اللي بعدها وهكذا.
ماشي يا ماما كده. ماشي. طيب في اي حاجه عايز تسالي فيها قبل ما اقفل؟ لا لا، امتحان النهارده سهل. كان صغنن وجميل، بس شامل معلومات برضو حلوه. ما انا بعد كده بقول لك يا ريت تحليه تاني في البيت. ماشي ماشي طيب ماشي، ماشي. سلام عليكم.